startups and to help the community to solve some major issues. Very important to bridge the digital issue that we have in this country, and we are fighting. تفضل معي. وسهلا فيك في محطة المطرق. محطة معرفة المطرق هي أحد محطات المعرفة المستضافة لدى الصندوق الأردني الهاشمي والبالغ عددها 27 محطة معرفة في المملكة. هذه المحطة تم رعايتها من قبل شركة أوراج مشكورين، والبالغ عددها 4 محطات معرفة في المملكة. شملت الرعاية هي تزويد هذه المحطة بالأجهزة والأثاث والبنية التحتية اللازمة، ومن ثم أيضا إلى خط إنترنت بسرعة 16 ميج من أجل تقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي. هذه المحطة كسائر محطات المعرفة تقدم خدمات تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية التي يتم إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات، بما فيها أيضا الخدمات التسويقية والترويجية لخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى التوعية والإرشاد في مجال تكنولوجيا المعلومات. حاليا عم نطبق في محطات المعرفة التوعية والإرشاد لكافة فئات المجتمع المحلي الخاص في موضوع الحماية من الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، حتى يكون هناك توعية شاملة في محطات المعرفة. Falling under the Orange Digital Centers umbrella that we launched back in July in collaboration with our partners, the Ministry of Information and Communication Technology, the National Information Technology Center. أنا مبسوط إنه جهد محطة معرفة في نفس البناية تبين إنه إحنا لازم نعزز هاي الحالة، إنه يكون إحنا مش قادرين دولة واحدة، كل مؤسسة دولة لازم تكون متاحة لكل الناس باستغلال أفضل الموارد. فوجودنا في نفس البناية بيسمح لنا نشتغل مع بعض أكثر. الشيء الأساسي بتحكيه إنه أنا صرت أحكيه كثير، بس إنك لازم تحكيه اليوم المفرق اللي هي بقالها 20%. عندنا 196 محطة معرفة في الأردن. 196 محطة معرفة لما انبنت في مبادرة ملكية في أيامها كانت هدفها قلل أمية الإنترنت، وكان يدخل الناس الكمبيوترات. اليوم كل واحد معه كمبيوتر في جيبته. فعم نبحث عن دور اكثر فعاليه لمحطات المعرفه، وانا خبرت القطاع الخاص اكثر مره وبعد بعيد الدعوه انه كل محطات المعرفه 190 موزعه في المحافظات، منهم 20 في المفرق، اعتبروه مكاتب للتوظيف. بدل ما انت تستاجر مكتب في المفرق تشغل الناس بالاي سي تي، مش مضطر تحطهم معنا. Does not have a business case yet. Yeah, it's 20 lira per month. لا طبيعي. ممتاز. لازم تنزل شوية عشان تتفاقم بسعر الوقود على هون. مثلاً هذا على قواعد ارتفاع حوالي 80 على متر ونص. هون على مواقف سيارات. احنا الوزارة مركبين. يعطيكم العافية. بنحكي اليوم على موضوع المركز التميز اليوم في منطقة المفرق للتدريب على المتجددة اللي تم إنشاؤه بالتعاون مع الوطني للتشغيل والتدريب
الأورنج الأردن. إحنا قدمنا يعني رعاية لهذا المشروع بحوالي 500,000 دينار أردني. الداعي لها اللي هي عشان نأهل الناس الفنيين بالذات لموضوع الطاقة المتجددة اللي هو خلينا نحكي كثير في مشاريع قاعدة عندنا بتصير في البلد وهذا بيحتاج لفنيين يشتغلوا فيه. احنا بنحكي عن ناس مهندسين موجودين بس احنا نفتقر لموضوع الفنيين طبقة الفنيين وهذا المركز موجود لتأهيل مجموعة من الشباب ان شاء الله نخلق لهم فرص عمل في منطقة المفرق ومش بس بمفرق لانه في عندنا لانه المركز الوحيد في الأردن ممكن الشباب الموجودين هون يطلعوا على المشاريع الطاقة الأخرى اللي بعمان أو بالجنوب وممكن بأهلهم إن شاء الله كمان للأمام للدول المجاورة اللي قاعدة هلا بصير فيها مشاريع تانية للطاقة المجددة وإن شاء الله نكون إحنا نحاول نقدم جزء من الواجب اللي لازم نعمله للأردن. We at Torrent we think that we are the most important partner of the kingdom to help to bridge the digital divide in Jordan. For that reason, we help to bridge 4 digital centers in Jordan, especially in Mafra, and we are just launching the Mafra station as of today, to help the young people to develop and to expand their digital skills, and then to be able, maybe, I hope, to find employment.